اهلا بحضراتكم مره تانية، وعشان نتكلم على الدربيات في يعني البطولات الاوروبيه المختلفه، وعن تالق محمد صلاح، وعن مصير سولشاير، وعن حاجات كتيره جدا جدا في الكره العالميه والاوروبيه. معانا عبر سكايبا نيكولا باليتشي، ده طبعا مدير القسم الرياضي بصحيفه كوريا دي سبورت الايطاليه. بنرحب بيه من خلال زوم. مساء الخير عليك. مساء الخير. سكايب معانا، اتفضل. مساء الخير للجميع، ومساء الخير على جمهور قناه الاهلي. بنرحب بيك وفي قناه النادي الاهلي. وطبعا اكيد خلال يمكن اليومين اللي فاتوا تابعت بشكل كبير، كان في دربيات كبيره جدا على مستوى القاره الاوروبيه. ايه اكتر ديربي كنت مهتم بالمشاهده من خلال الاسبوع اللي فات؟ بكل تأكيد أنا إيطالي وصحفي إيطاليا، تابعت في بداية الأمر ديربي الشمس بين نابولي وروما وديربي الإنتر واليوفي، لكن مانشستر يونايتد وليفربول كان أكثر الديربيات حسب كل الصحافة وكل الإعلام، وحصل ديربي إنجلترا على أكثر المشاهدات. برشلونة وريال مدريد يبقى كلاسيكو الأرض، يبقى الكلاسيكو الأعظم في تاريخ الكرة الأرضية، يذهب من يذهب ويأتي من يأتي. كانت هناك بعض المشاهدات للكلاسيكو، لكن مانشستر وليفربول كان أكثر الدربيات متابعة بالأمس من جانب العالم أجمع، لكن ريال مدريد وبرشلونة كان لديه بعض المشاهدات أيضا. يمكن في السنوات القليلة اللي فاتت كان ديربي الأرض بمعنى الكلمة، وكان أعتقد العالم كله كان بينتظر الكلاسيكو، كلاسيكو الأرض ما بين برشلونة وريال مدريد. هل رحيل رونالدو وميسي عن الدوري الأسباني أفقد كثيرا من بريق كلاسيكو الأرض، ويمكن هتنتقل كلمة كلاسيكو الأرض ديت إلى البريمير ليج؟ الكلاسيكو دائما الكلاسيكو، وتبقى مباراة خاصة ولها جماهيرها ولها معالمها الخاصة. رحيل كريستيانو ورحيل ميسي من أي مكان يؤثر بالسلب إعلاميا، ويؤثر بالسلب رياضيا، ويؤثر بالسلب من جانب المشاهدات العالمية. لكن هذه كرة القدم، كرة القدم تبقى كرة عالمية في جميع أوروبا، لكن الكلاسيكو بالأمس كانت لديه بعض المشاهدات ليست بالعديدة، وذلك لأن ديربي إنجلترا كان في نفس توقيت مباراة الكلاسيكو. لكن بالتأكيد أنا أوافقك في الحديث أن رحيل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عن إسبانيا تأثر بالسلب على الكلاسيكو، ليس فقط الكلاسيكو، ما الليغا الإسبانية تأثرت، ومتابعين الليغا الإسبانية الآن الأعداد قلت، وهذا ما لاحظناه بالأمس في كلاسيكو فرنسا مارسيليا وباريس سان جيرمان، كانت لديهم العديد من المشاهدات لأنهم يشاهدون ميسي ونيمار. لذا النجوم أيضا عندما يذهبون يذهب معهم الجماهير وتذهب معهم الأضواء. فيرميامو نيكولا، صحيح. ويمكن لو اتكلمنا عن النجوم، أكيد أكيد طبعا وجود محمد صلاح في هذا المستوى الآن، وجود رونالدو في المان يونايتد، كان كلاسيكو انجلترا ما بين اليونايتد وليفربول كان ليه الصدى الأكبر. عايز أعرف وجهة نظرك أو رؤيتك الفنية لهذا الديربي ما بين ليفربول والفوز الكبير 5-0 على المان يونايتد. صلاح ما زال يفعل الأشياء الخارقة والأشياء المستحيلة، ليس فقط بالأمس. صلاح أكثر من عامين يصنع المجد ويصنع أشياء خارقة كما صنعها ميسي وكريستيانو رونالدو. وعبر قناة الأهلي أقول لك أن صلاح قريب جدا من أن يتوج بجائزة كبيرة يستحقها هذا اللاعب المصري، الموهبة المصرية الذي يقدم أداء عظيم. هو قدم أيضا أداء عظيم مع روما وفيولا. كنت لسه أسألك السؤال ده، إيه الفرق ما بين صلاح روما وصلاح ليفربول؟ أنت شايف التطور الكبير في الأداء ومقارنة ما بين صلاح روما وصلاح ليفربول؟ صلاح تطور في ليفربول بطريقة كبيرة جدا، لأن اللاعبين في ليفربول ككواليتي وكأداء
افضل من كواليتي اللاعبين في روما، رغم ان صلاح كان يلعب مع اسماء كبيره في روما، لكن الكره الانجليزيه افضل من الكره الايطاليه، اسرع من الكره الايطاليه، الكره الايطاليه اكثر تكتيكا، لكن لاعب مثل صلاح يمتلك السرعه ويمتلك الاداء والدريبلينج الافضل. لذا صلاح تطور في ليفربول، نشأ في روما لكن تطور في ليفربول. اكيد تطور على مستوى الاداء كان كبير جدا لمحمد صلاح. لكن خلينا نتكلم كمان معاك، طبعا انت المدير القسم الرياضي في جريده كبيره في كوريا دي السبورت الايطاليه، وبعض الرومرز وبعض الانباء بتقول يمكن كونتي طبعا المدير الفني السابق للانتر مرشح ليكون خليفه سولشاير في المان يونايتد. في حقيقة الأمر هذا الشيء مهم جدا، هناك بعض الأنباء التي تربط أنطونيو كونتي بتدريب مانشستر يونايتد في هذه الأيام، خاصة بعد الأزمة وبعد الخسارة المذلة بالأمس لمانشستر يونايتد على ملعب الأولد ترافورد، وقد شاهدت سير أليكس فيرغسون. لكن أنطونيو كونتي قريب جدا واقترب من تدريب مانشستر يونايتد، لكن الأمور لم تنتهي بعد، هناك بعض التصريحات. أنطونيو كونتي تحدث مع الصحافة الإيطالية، هو قريب بالفعل من تدريب اليونايتد. قريب بالفعل، ويمكن كان في ديربي كمان قوي جدا جدا ما بين أليجري وما بين طبعا على سبيل طبعا الإدارة الفنية ليوفنتوس، وعلى الجانب الآخر كمان فريق الإنتر بقيادة إنزاجي. طب شفت هذه المباراة ازاي، والتعادل 1-1 هل كان تعادل عادل ام كان الانتر هو الاحق بالفوز بهذه المباراة؟ الانتر واليوفي كانت مباراة كبيرة جدا، لكن لم يكن ديربي ايطاليا كما كنا نشاهده بالامس. الصحفيين والإعلاميين والمحللين عندما قاموا بتحليل المباراة بالأمس لم يتحدثوا بالكثير عندما كنا نتحدث عن ديربي إيطاليا، وأنت كنت لاعب في أوروبا وتعلم مدى ديربي إيطاليا العظيم بين الإنتر واليوفي. التعادل كان عادل خاصة من مستوى اليوفي في الشوط الثاني، لكن سيمون إنزاغي يقدم عمل كبير مع الإنتر، لكن الإنتر غير في كثيرا في المباراة والليجر استحق التعادل. على مستوى طبعا السيريا آ، وتنافس شديد جدا ما بين 3 أو 4 فرق على مستوى كبير، لو بنتكلم على نابولي بنتكلم على الميلان والإنتر ويوفنتوس، شايف من خلال الأداء هذه الفرق ويمكن نابولي يمكن كمان الانطلاقة القوية في الدوري الإيطالي، شايف مين يكون الأقرب، يمكن سؤال بدري شوية، لكن مين الأقرب للحصول على السيريا آ السنة دي؟ في بداية السكوديتو وبداية الدوري الإيطالي كنت أتوقع أن الإنتر يحسم الأمور، لكن نابولي يقدم أداء رائع وأفضل فريق في إيطاليا، هو بالأمس تعادل مع روما في أول مباراة، لكن التحدث عن بطل إيطاليا مبكر جدا التحدث، لكن هناك المؤشرات تقول أن نابولي قريبة جدا، وستستمر نابولي بهذا العطاء وهذا المستوى سيحصل على الدوري الإيطالي. الميلان قريب، لكن اليوفي يبقى لكن إذا كنت تريد ترتيب نابولي الميلان الإنتر ويوفي، لكن اليوفي يبقى مرشح. الأمور مهمة جدا في الأيام القادمة، اليوفي في الميركادو الشتو سيقوم بعمل ميركادو كبير وسيحاول أن يعود للمنافسة. طبعا يبقى الدوري الإيطالي من أفضل الدوريات على مستوى العالم، ما فيش شك وجود 4 فرق يتنافسوا بقوة على السيريا آ، ده طبعا بجانب أكيد طبعا الثقة وطبعا عودة الكرة الإيطالية على الساحة العالمية من خلال الفوز باليورو 2020، ده كمان بيدل أن الكرة الإيطالية في تقدم كبير جدا. لكن خلال إحصائية قدامي عايز أسألك، أن الدوري الإيطالي بيعتبر أكثر الدوريات في الخمسة طبعا الكبار اعتمادا على المحترفين الأجانب، ونسبة المواطنين أو نسبة اللاعبين الإيطال في الدوري الإيطالي لا تتجاوز 35%، هل ده ليه تأثير إيجابي أو تأثير سلبي على الكرة الإيطالية وعلى المنتخب الإيطالي؟
هذه المشكلة، هذه مشكلة كبيرة تعاني منها إيطاليا، وهو وجود عدد كبير من الأجانب في الدوري الإيطالي، ولهذا لدينا المشاكل كبيرة جدا في المنتخب الإيطالي. لكن روبرتو مانشيني قام بصنع العديد من الجواهر الإيطالية أمثال نيكولا باريلا وأمثال كيزا، وقام بجلب هؤلاء اللاعبين من بعض الفرق الصغيرة، وقام بعمل توليفة كبيرة. لكن أحييك على هذا، وهذه ملاحظة ليست عديد من الصحفيين والمحللين يلاحظوها، أن هناك عدد كبير من اللاعبين الأجانب وخارج الدوري الإيطالي. لكن إذا ما تحدثنا عن هذا، هذا سببه كبير جدا، وسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيطاليا. واللاعبين الإيطاليين يفضلون الآن الخروج إلى إنجلترا وأسبانيا من أجل الحصول على الأموال. اللعب من أجل الشعار أصبح قليل وضئيل. إذا المواهب عندما تنضج موهبة تتم خروجها خارج إيطاليا. أكيد ما فيش شك. قبل ما أسألك عن حظوظ محمد صلاح للحصول على البالندور السنة دي، عايز أسألك عن طموح الشعب الإيطالي في كأس العالم القادمة. يعني طبعا بعد يعني غياب المنتخب الإيطالي عن مونديال 2018، هل طموح وأمال الشعب الإيطالي في الحصول على كأس العالم القادمة 2022؟ صلاح يستطيع أن يفوز بالكرة الذهبية بكل سهولة، لكن العام القادم وليس هذا العام، لأن الشورت ليست صلاح قد يخرج منها. لكن العام القادم صلاح سيكون الرقم الأول وقد يفوز. إذا استمر، لكن هناك شروط. إذا استمر صلاح بهذه الكواليتي وهذا الأداء قد يفوز بالكرة الذهبية بدون مرشح. لكن إيطاليا، إذا ما سألتني عن إيطاليا، كأس العالم يبقى حلم، لكن إيطاليا مرشحة بالفوز. نيكولا طبعا بنشكرك شكرا جزيلا، كان طبعا مداخلة ثرية جدا جدا هنا في قناة النادي الأهلي. بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في المحترف.